إلى قضايا متنوعة متداخلة. فنتحدث هنا عن اللغة، الثقافة، المجتمع، وما تداخل ذلك كله، وكيف يشكل ذلك نهجا يمكن أن يشكل مجتمعا. فالبداية، إذا جئنا للسؤال الأبرز في هذا الموضوع وجئنا للتساؤل ما هو المجتمع، في الواقع سنجد أن هناك تعريفات كثيرة جدا للمجتمع، لكن أبرز ما يمكن أن يقال أن المجتمع هو انصهار الأنا الواحدة في الأنا في النحن الكلية، كل أنا تنصهر مع بقيتها لتكون قالبا واحدا. وهذا يعني أن لكل مجتمع أمور مشتركة تميزه عن غيره. أول أمر في هذه الأمور هو أن هذا المجتمع يحمل لغة واحدة وثقافة واحدة، وإلا ما يمكن أن نسميه مجتمعا إذا لم يتميز بهذين الأمرين، اللغة والثقافة. لكن يحدث تداخل، هل اللغة عنصر من عناصر المجتمع، أو اللغة عنصر من عناصر الثقافة أنا آسف، أو اللغة شيء والثقافة شيء آخر؟ وفي الحقيقة قبل أن نقول ذلك، هناك رأيان في موضوع اللغة. رأي يقول أن اللغة تعمل فقط لنقل الأفكار من الإنسان إلى إنسان، أو من مجتمع إلى مجتمع. يقولون هؤلاء، يقول ذلك أو يقول به التقليديون، حيث يعتقد في ذلك التقليديون بأن اللغة مهمتها أن تورث، مهمة اللغة أن تورث أفكار المجتمعات وتنقلها من جيل إلى جيل. ولكن هذا يتعارض مع ما يراه الحداثيون. الحداثيون يعتقدون أن اللغة لها مهمة اجتماعية، للغة مهمة اجتماعية. فهم يقولون مثلا، ماذا نسمي رد السلام، السلام عليكم، أو قولنا مرحبا؟ ماذا نسمي الصلاة؟ هل الصلاة بها تعبير عن الأفكار أو المشاعر؟ أو حتى حينما نقول لشخص كيف حالك، هل نسمي ذلك نقلا للأفكار أو محاولة للربط بين أفراد هذا المجتمع؟ وهم يعتقدون بذلك أن اللغة لا تعمل لنقل الأفكار، وإنما اللغة تعمل لخلق نسيج اجتماعي يربط بين أفراد المجتمع. ولكن لماذا لا نقول أنها تعمل في الحالتين معا؟ لماذا لا نفترض أن اللغة تعمل لنقل الأفكار من مجتمع لآخر أو من فرد لآخر، وتحول هذه الأفكار في بوتقة مكتوبة أو حتى متحدث بها لتنقل فعلا هذه الثقافة، وفي نفس الوقت يتعمل كعنصر يعزز أو يخلق النسيج الاجتماعي والترابط الاجتماعي؟ لأن فعلا لو ذهبنا إلى ذلك نجد أن اللغة تحمل المهمتين. إذا الآن لو جئنا إلى الثقافة، ما علاقة الثقافة باللغة؟ طبعا هذا يأتي مجموعة من الناس تقول أن، وهنا طبعا نقصد بالثقافة هي ثقافة المجتمع لا ثقافة الفرد، تأتي مجموعة تقول بأن دور اللغة هو نقل الثقافة، وآخرون يقولون لا، اللغة الثقافة لا علاقة لها باللغة. لكن في الحقيقة لماذا لا نعتبر بأن اللغة إحدى مكونات الثقافة، لكن الثقافة تعمل على ضبط اللغة؟ كيف ذلك؟ ماذا يمكن؟ الثقافة تحدد لنا ماذا يمكن أن نقوله، وكيف نقوله، ومتى نقوله، ما الذي يجوز أن نقوله وما الذي لا يجوز أن نقوله. إذن الثقافة تعمل كضابط على هذه اللغة، وفي نفس الوقت اللغة هي مكون من مكونات الثقافة. إذن يمكن أن نقول أن اللغة والثقافة ممتزجين بطريقة لا يمكن التمييز أيهما هو الأولى من الآخر أو أيهما يشكل الآخر. لكن الذي لا خلاف فيه أن لا مجتمع بدون لغة وبدون ثقافة. وفي الواقع اللغة هذه والثقافة هذه شكلت لنا الرواية، أو شكلت لنا العمل الأدبي. وأحد عناصر العمل الأدبي ما أتحدث به اليوم هو الرواية. طيب، اللغة أو الثقافة هي اللي شكلت العمل الأدبي، في الواقع اللغة والثقافة معا. لا يمكن لنا أن نفترض إطلاقا
بأن الروائي قد ألف شيئا من خبراته الشخصية، وإن كان قد فعل هو لم يؤلف شيئا من خياله، أنا آسف، هو ألف من خبراته. أين وقعت هذه الخبرات؟ لقد وقعت هذه الخبرات في المجتمع. إذن هو الراوي هنا أو الشاعر أو الأديب هو ينقل لنا صورة هو مارسها واطلع عليها وعاشها وتجربة ينقلها إلينا، ينقل صورة مجتمعه. إذن الرواية لا يمكن أن تنفصل عن المجتمع. طب ماذا لو انفصلت الرواية عن المجتمع أو العمل الأدبي عن المجتمع؟ بالتأكيد هو لن ينجح ولن يجد له بابا مفتوحا. وأدل على ذلك لو قلنا حتى الدراما الذي هي أصلا صورة من صور الأعمال الأدبية، نجد أن أنجح الأعمال الدرامية هي تلك التي تنقل صورة المجتمع. ولذلك نجد في فترة سابقة نجد نهضة في الأعمال الدرامية السورية، لأن كل إنسان يتابع العمل السوري يشعر أنه يمثله. وهذا هو سر نجاح ليس فقط الرواية بل كل عمل أدبي، بل أكاد أقول كل عمل درامي. لما تشعر أن الأمر يمثلك، وحتى يعني أنت تضحك في الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي، تضحك على الأمور الساخرة التي تمثلك. إذن الرواية قادمة، وشرط نجاحها أنها تكون قادمة من المجتمع وهي تنقل ثقافة هذا المجتمع. أيضا هناك طبعا هذا أحد التداخل. أنا مش سامعك دكتور، دقيقة واحدة. حاضر. هذا أحدث التداخل ما بين الروائيين والتاريخيين، كل منهما يقول أن الرواية تمثل التاريخ، التاريخيون يقولون لا، الروائيون يعبثون بالتاريخ من أجل المتعة. لكن الذي لا خلاف فيه أن الكلمة سواء كانت في رواية أو في جريدة إخبارية لعبت دورا مهما في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وعلى القيم الموروثة وعلى المقاومة الشعبية. وليس أدل من ذلك إلا أمرين: اغتيال غسان كنفاني في لبنان لأنه يدفع ضريبة الكلمة، واغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة ثمنا للكلمة التي قالتها. وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا. ننتقل مباشرة إلى وجود معنا هنا الدكتور محمد سالم محمدان من موريتانيا، ويكون الموضوع تشغل اللغة العربية في المجتمع الأمازيغي